السلام عليكم، معكم خالد احمد من اسكيب برودكشنز، والنهارده بقدم لكم حلقه جديده من ايجيان. الاخبار الحلقه دي ممكن ما تكونش كتيره، بس كان في اعلانات ممكن تكون وتسريبات برضو كانت مهمه في خلال الاسبوع اللي فات، هنتكلم عنها في الحلقه دي. واولا كده كان الاعلان ممكن يكون الاهم هو لعبه شادو اوف ذا توم ريدر. اخيرا اللعبه اللي تقريبا احنا سمعنا عن اسمها متسرب قدامنا بقاله تقريبا اكتر من سنه، بقى خلاص الاسم ده صحيح فعلا ان اللعبه الجديده من توم ريدر هتكون اسمها شادو اوف ذا توم ريدر. ومفيش اي معلومات كتير عن اللعبة برضو لحد دلوقتي، في تريلر مدته 20 ثانية يمكن ما خدناش منه معلومة مفيدة خالص الا حاجة واحدة بس، ان اللعبة هتكون تقريبا في دولة من دول امريكا الجنوبية، ممكن تكون في المكسيك مثلا او اي دولة كان متواجد فيها حضارة بتاعت المايا والانكا والحضارات دي اللي كانت موجودة في الاجزاء القديمة من السلسلة ايام بلاي ستيشن 1 والنسخ بتاعت الدوس. ولكن اللعبة مؤكد انها تنزل السنة دي يوم 17 سبتمبر اللي جاي، ويوم 27 ابريل اللي جاي هيكون في زي فول ريفيل للعبة، هيكون في من خلاله اعلان بشكل كامل عن اللعبة بتقدمه من ناحية جيم بلاي او من ناحية القصة، ونشوف اللعبة شكلها عامل ازاي. فادينا مستنيين ونشوف بقى اللعبة نفسها هيكون ايه نظامها، وساعتها بقى نبقى نتناقش ونقول انطباعاتنا عن اللي احنا شفناه من اللعبة. بعد كده بالنسبه للعبه سبلينتر سيل جديده، في تسريبات ظهرت على موقع امازون في خلال الفتره اللي فاتت بتقول ان في لعبه سبلينتر سيل جديده هتنزل في خلال 2018. لو احنا رجعنا شويه لبعض التصريحات اللي كانت قالتها يوبي سوفت في خلال الفتره اللي فاتت، هنعرف ان هم عندهم لعبتين مش معلن عنهم هينزلوا في خلال الفتره اللي هي قبل مارس 2019، اللي هي مثلا ما بين اكتوبر ونوفمبر 2018 لحد مارس 2019. فاحنا ممكن نشوف بقى جزء جديد من سبلينتر سيل، اتمنى ان يكون بنفس مستوى الجوده اللي انا كنت شفتها في الاجزاء القديمه، وما تكونش حاجه يوبي سوفت بتحاول انها تخليها بقى عالم مفتوح او اي حاجه، يعني تكون جيم از ا سيرفيس. يا ريت ان اللعبه دي فعلا تكون لعبه خطيه، مع اني عارف ان رغبه الشخصيه دي مش هتتحقق، وهيحاولوا ان هم يعملوها جيم از ا سيرفيس، وده زي ما احنا بنشوف مع بقيه العابهم في الفتره اللي فاتت. وفي تسريب تاني برضو من خلال موقع امازون ايطاليا، وهو ان واحده من اجزاء كول اوف ديوتي اللي هي واحده من اكتر اجزاء المحبوبه للسلسله دي وهي مودرن وارفير 2 هيكون ليها ريماستر هينزل في خلال السنه دي. ومفيش كلام بقى عن ان الريماستر ده هينزل مثلا مع بلاك اوبس 4 او جزء مثلا من حاجه زي الليجاسي اديشن اللي كانت نزلت لانفينيت وارفير. وطبعا اللي احنا شفناه من الريماستر او ممكن نقول الريميك اللي اتعمل للجزء الاولاني، احنا عارفين طبيعه المعامله اللي ممكن ياخدها جزء جديد زي ده. على الرغم ان مودرن وارفير 2 ممكن تكون من اكتر اجزاء السلسله دي انا استمتعت بيها جدا، بس كان فيها مشاكل كتيره الحقيقه انا عاوز اعرف هم هيتعاملوا معاها ازاي، زي بيركس بتاعت الوان مان ارمي والكوماندو برو، وكان فعلا في حاجات كتيره جدا في اللعبه دي هي كانت مديه ممكن اقول حاجه ممتعه شويه للعبه نفسها، بس هتبقى مزعجه جدا لما الناس يفضلوا ان هم يستخدموا او يسيئوا استخدامها مع الوقت. المفروض ان في وقت ما انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده تقريبا في زي بريفيوز ابتدت تنزل للعبه جاد اوف وور من المواقع اللي المفروض حضرت زي بريفيو ايفنت اتعمل للعبه في خلال الفتره اللي فاتت، ولكن حصل زي تسريب لفيديو جيم بلاي المفروض ان سوني بتوزعه على مواقع بحيث ان هم يستخدموه في الفيديوهات بتاعتهم، وانا مش هحطه قدامكم عشان اتفادى اي مشاكل ممكن تحصل من ناحيه حقوق الملكيه والكلام ده. كده كده زي ما قلت لكم وقت ما تتفرجوا يعني هيكون في فيديوهات كتيره من المواقع اللي بتعمل اخبار وبتقدم مراجعات والكلام ده، ولكن انا عن نفسي شخصيا انا حبيت ان انا اقول رايي بالنسبه اللي انا شفته في خلال الفيديو ده. انا فعلا تحمست جدا للكومبات بتاع اللعبه، الكومبات شكله حلو جدا، مختلف جدا طبعا عن الاجزاء اللي فاتت، بس الميلي كومبات واستخدام الليفايسن اكس اللي هو مع كريتوس والشغل الديناميك اللي موجود في انك انت بتتفاعل مع اي وحوش حواليك، في تفاصيل انا حقيقه انبهرت جدا بيها من ناحيه الانيميشنز ومن ناحيه انك انت ممكن تستخدمها وتستفيد منها فعلا في اللعبه، مش مجرد حاجات شكليه كده وبس وخلاص. فانا الصراحه متحمس جدا لجانب الكومبات بتاع اللعبه دي، ولكن انا شخصيا اتمنى وبشده ان انا اشوف اسلحه اكتر في اللعبه من خلال البريفيوز اللي هتنزل في خلال الفتره اللي جايه، لان هم مركزين بشكل كبير جدا على الاكس والشيلد اللي هو مع كريتوس. الخبر اللي بعد كده انا عملت له فيديو مخصوص، ولو اي حد كان فوت الفيديو ده هيلاقيه في الاي فوق على يمين الشاشه، وهو بخصوص نيه دايس واي ان ان هم يعدلوا بشكل كبير جدا على البروجريشن سيستم بتاع لعبه ستار وورز باتل فرونت 2. في حاجات كتيره جدا هم عملوها او هيعملوها في خلال الابديت اللي جاي، والحاجات دي كلها واقعه في حته انك انت بتحطش اي حاجه
ممكن تكون مؤثرة على الجيم بلاي من خلال اللوت بوكسز في اللعبة. اللوت بوكسز هترجع تاني. لو اي حد عاوز يعرف رأيي والتفاصيل اكتر عن الخبر ده يشوف الفيديو اللي انا كنت قلت لكم عليه، وهتلاقوه فوق في الفيديو زي ما قلت لكم على يمين الشاشة. ولكن بالنسبة للعبة تانية من EA، احنا كنا اتكلمنا عن خبر مهم جدا يخصها في الفترة اللي فاتت، وهو ان الكاتب بتاع قصة انسم واللي كتب قصص العاب كتيرة جدا ممتازة من العاب بايوير في السنين اللي فاتت، وهو درو كاربيشن، كان مشي من الاستوديو. ولحد دلوقتي مفيش اي تفسير لسبب ان هو مشي من الاستوديو، وهو مفروض ان هو رايح يشتغل مع استوديو مستقل على لعبه هتبقى لعبه انتراكتيف ناريتيف او انتراكتيف دراما او حاجه زي كده، اللي هو في حاجه انا شخصيا مش مريحاني فعلا خليته ان هو يضحي بشغله على مشروع ضخم وكبير مثلا زي انسم ويروح يشتغل على لعبه مستقله ممكن يكون شايف ان هو يشتغل عليها تبقى احسن بالنسبه له. ولكن تعليق مدير الاستوديو وهو كيسي هاتسون، اللي انا شخصيا بحترم جدا اللي هو عمله في العاب بايوير اللي فاتت واللي هو اخرجها بنفسه زي سلسله ماس افكت او الثلاثيه، تعليقه عن استقاله درو كاربيشن هو ان هم شايفين ان اللعبه في الوقت الحالي درو كاربيشن خلاص خلص الشغل بتاعه، واللعبه مش هتتاثر بان هو مشي من عمليه تطوير اللعبه لان شغله خلص. يعني المفروض ان اللعبه دي زي ما هم قالوا مشروع ممتد على مدار 10 سنين، وانا مش مقتنع بفكره ان واحد كتب قصه بتاعت لعبه ويمشي ويسيبهم وهما بقى يتعاملوا مع القصة دي. مفروض يعني ان هو يقعد مع الديزاينرز ويشوف بقى القصة دي هتظهر ازاي من خلال الحوارات واني لاينز يعتمدوا عليها والكلام ده. مش مقتنع انا حقيقة بفكرة ان كاتب قصة لعبة يمشي من قبل ما اللعبة دي تنزل السوق تقريبا بسنة ويقولوا لعبة مش هتتأثر بعملية ان هو مشي. والكلام ده احنا شفناه قبل كده مع العاب تانية، شفناه مع ديستني 1 واحنا عارفين كويس جدا نتيجة ديستني 1 من ناحية القصة اول ما نزلت كانت عاملة ازاي، شفناه مع ماس افكت اندروميدا لما مدير التطوير وكاتب القصة برضو مشيوا من قبل ما اللعبة تنزل، وشفنا المستوى اللي كان متواضع جدا في كتابة القصة اللي مش بيرتقي تماما لمستوى الثلاثية الاصلية. بعد كده سيجا اعلنت عن جزء جديد من سلسلة كوامي للعبة ياكوزا، دي سلسلة فرعية من خلالها بيتم اعادة تقديم وريماك من الصفر الاجزاء القديمة من السلسلة. الجزء اللي هم اعلنوا عنه اللي هو كوامي 2 هيكون طبعا ريماك للجزء الثاني في السلسلة الاساسية، وده كان جزء نزل على بلاي ستيشن 3 وبلاي ستيشن 2، وطبعا هم عاملين ريماك لكل حاجة من الصفر من اول وجديد. بعد كده استوديو بلو بوينت اللي هم بيقدموا دايما ريماكس وريماسترز لالعاب مختلفة قدموا لنا في الفترة اللي فاتت ريماك ممتاز للعبة شادو اوف كلاسيس، وقالوا ان مشروعهم الجاي بيبتدوا ان هم يشتغلوا عليه من دلوقتي وهو مشروع اكبر بكتير من لعبة زي شادو اوف كلاسيس. فتصريح زي ده للأسف ممكن يلغي احتمالية ان احنا ممكن نشوف ريماستر او ريماك للعبة زي ايكو. في ناس عندهم اعتقاد ان ممكن يكون ده ريماستر للعبة زي ديمون سولز، انا شخصيا اتمنى ان يكون في ريماك من الصفر للعبة دي. في ناس بيقولوا ممكن تكون سلسلة زي ميتال جير سوليد، وفي احتمالات كتيرة جدا لألعاب ممكن تعملها ريماسترز او ريماكس عن طريق المجهود اللي بيقدموه استوديو زي بلو بوينت في الألعاب اللي هم بيشتغلوا عليها. بالنسبة لذا ديفيجن 2 احنا كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن اللعبة، وطبعا تم الإعلان عنها خلاص بشكل رسمي، ولكن في ناس كتير جدا معترضين على فكرة انك انت تقدم سيكوال للعبة او جزء جديد، لان في الفترة اللي فاتت بدأت ذا ديفيجن انها تقوم شوية على رجليها ويكون ليها ابديتس تقدم محتويات جديدة وتقدم تحسينات كتيرة جدا للعبة. والناس المعترضة بيسألوا ليه يوبي سوفت ما تخليش لعبة زي ذا ديفيجن تكون زي ريمبو سيكس سيج انك انت تفضل تدعمها لفترة طويلة. طبعا رد المخرجين ان في افكار كتيره جدا عندهم عاوزين يعملوها مش هينفع انها تتعمل الا من خلال سيكول، من خلال جزء جديد، وخصوصا ان المحرك بتاع اللعبه اللي هو سنو دروب مر بمراحل تطوير كتيره في الفتره اللي فاتت خلت فيه مميزات لازم تظهر من خلال جزء جديد مش من خلال جزء قديم مستغل امكانيات المحرك ده اول ما ابتدوا ان هم يشتغلوا عليه. ممكن يكون التفسير ده في وجهه نظري منطقي شويه ان في افكار جديده فعلا مش هينفع انها تتنفذ من خلال جزء اولاني، الاساس بتاعه ممكن يكون في بعض عيوب، ولكن انا عن نفسي شخصيا انا في حاجات كتيره جدا عاوزها من ذا ديفيجن 2. اعتقد ان هيكون بقى في فيديو لازم يتقدم لحاجه زي كده، والفيديو ده هيكون موجود يا بكره يا بعد بكره هتكلم فيه عن رايي بالنسبه للحاجات اللي انا نفسي اشوفها في ذا ديفيجن 2 والاخطاء بتاعت الجزء الاولاني اللي لازم يتفادوها اول ما نزل. على الرغم ان انا شخصيا ممكن ما بكونش مهتم او مش بحب الالعاب اللي هي فايتنج جيمز، انما لعبه سول كالبر الجديده الجزء السادس منها هيكون في بعض الشخصيات اللي هي تعتبر زي ضيوف على اللعبه من ضمنهم جارالت اوف ريفيا من سلسله ذا ويتشر، وده تعاون ما بين بانداي نامكو وما بين سيدي بروجكت ريد ان هم يقدموا الشخصيه ويقدموا الساوند تراك بتاع الجزء الثالث، وستيج كامل متاخد من منطقه كيرمورين في اللعبه.
فانا شخصيا ماليش في الفايتنج جيمز زي ما قلت لكم، بس التريلر عجبني يعني مجرد بس وجود جارالت في اللعبه. بعد كده لعبه ذا كرو 2 اخيرا تم الاعلان عن ميعاد نزولها، وهي هتنزل يوم 29 يونيو السنة دي. وقبل ما تنزل هيكون في بيتا للعبة. وبالنسبة للعبة سباق سيارات تانية بس هي مختلفة شوية، وهي سونيك ريسنج. دي سلسلة بتنزل من زمان من ايام السيجا ساترن، واخر جزء منها نزل سنة 2012 او 2011 تقريبا. سمعت الكلام كويس جدا عنها بس انا شخصيا ما جربتهاش، لكن سيجا في الوقت الحالي بتلمح وبقوة ان في جزء جديد من اللعبة دي، وحطوا تلميحات كتيرة جدا على تويتر الرسمي للعبة سونيك، وشكلنا كده بنسبة كبيرة هنشوف جزء جديد من اللعبة دي يتم الاعلان عنه بشكل كامل قريب. واخر خبر هنتكلم عنه هو بخصوص الريميك بتاع لعبة فاينل فانتسي 7. الريميك ده تم الاعلان عنه من سنتين، ومفروض ان احنا كنا نشوفه ينزل في الفترة دي، ولكن شكلنا كده هنستنى فترة طويلة. في الوقت الحالي سكوير انكس بيوظفوا عدد كبير جدا من الموظفين عشان يشتغلوا او يبتدوا يشتغلوا على عملية تطوير اللعبة دي، والاهم ان هم بيستدعوا مطورين كبار كانوا اشتغلوا على الاجزاء اللي فاتت من فاينل فانتسي. فاحنا قدامنا حبة حلوين عشان نشوف الريميك ده هينزل امتى وهيكون شكله النهاية عامل ازاي، لان من الواضح كده ان هو من الالعاب اللي تم الاعلان عنها بدري قوي زيادة عن اللزوم. دي كانت كل الاخبار تخص الحلقه دي. لو انتوا عايزين تعرفوا طبعا كالعاده تفاصيل اكتر هتلاقوا اللينكس كلها موجوده في الديسكريبشن. بالنسبه للفيديوز والريفيوز اللي هتنزل في خلال الفتره اللي جايه، اولا كده الريفيو اللي جاي هيكون للعبه نينو كوني 2. المفروض ان اللعبه دي انا بلعبها في الوقت الحالي بقالي تقريبا حوالي 20 ساعه واكتر بلعبها. ان شاء الله هحاول ان يكون في ريفيو ليها قريب قبل ميعاد نزولها او بعد ميعاد نزولها بفتره صغيره. ويليها بقى ريفيو للعبه اتاك اون تايتن 2. اللعبه دي انا مرت معايا مشاكل شويه بخصوص نسخه المراجعه بتاعتها، لانها كانت شغاله بالياباني فقط، ودي تقريبا مشكله واجهت الناس اللي هما طلبوا نسخه مراجعه على البي سي بس. فمع بال ما المشكله اتحلت الموضوع اخذ له شويه وقت، وللاسف يعني الريفيو ده هيتاخر شويه لو حد مهتم باللعبه دي. انا نفس شخصيا بحب الانمي وبحب المانجا بتاعت اتاك اون تايتن، فعاوز العب اللعبه واشوف هي بتقدم ايه. وفي خلال الاسبوع ده هيكون في هاردوير ريفيو لماذر بورد ثانيه، وهي زي 370 جيمنج 3. بس قبلها هيكون في الفيديو اللي انا قلت لكم عليه اللي هو ممكن يكون موجود بكره او بعد بكره بخصوص ذا ديفيجن 2. والفيديو ده هيكون فيديو مهم الحقيقه، وفي حاجات كتيره جدا محشوره في زوري عاوز اتكلم عنها واطلعها في الفيديو ده. فاتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد.